السلام عليكم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أي دكتور، ما أين ذهبوا؟ ذهبوا عياد بالله. تتوى بجدك دكتور باش تحكي على الأخلاق مع الخلائق؟ مسكنات ما عندهم حتى شيء من الخلائق، أما أنتيك وليداتنا الصغار جد عليهم كل شيء. يا دكتور تسخير روحك، راهو اللي مافيا، راهو يحرقك أنت والاستعجالي متاعك. نحبك تقولي شنو الفرق ما بين مافيوزي صحيح ورابر عفات. كمية نعرف عليهم يا دكتور، بربي ما تدخلنيش فيهم الحكايات هذوما، راني نخاف. ما عندك ما تخاف، المافيوزي الصحيح كي تسألو تقولو أنت تبيع في السلاح، أنت تقتل، أنت عندك الروح كالدبانة، يجاوبك ويقولك خاطيني؟ شو عندها سلاح؟ الروح عزيزة وغالية، كيفاش نجم نقتل؟ أنا حتى الدبانة ما نجمش نمسها. في الأثناء رابر العفات أنت مازلت مسألتوش وهو يدخل فيك، أنا مافيوزي، رد بالك مني، أنا نقتل، أنا مجرم، أنا عنيف، أنا راني نضرب النووي. ولسوء الحظ النووي الوحيد اللي يعرفوا يجيه بعد صحف الأبلابي يحطم به الصغار والمراهقين اللي فلم عليهم. يا سيدي مش لازم المافيا، أما رد بالك راه بسيكو إم تعدي على إرهاب اللي يقولك. شنو هو إرهاب؟ وين أقول لك معناتها شنو يهزوا عليك أما تيجي أنت شفت الفيلم محمد؟ شفتوا الفيلم محمد؟ مسكين حتى كي حب يرجع سوسن، كي جا قدامها ولا كلمتين ما ينجمش يجيبهم في جرة بعضهم، فما بالك تولي خنيفري والجباد عطيه. هذوما ناس يقولوا اللي ما يعملوهش ويعملوا اللي ما يقولوهش، ناس منافقين يسبوا الإعلام ويتعدوا فيه، يبيعوا شرفهم على الشهرة والفلوس. عادي تلقاه يسب في إنسان من غدو يغني معاه، البارح في الليام في حجر سيدو الشيخ واليوم في حجر. انت شنو دكتور باش تذلوا على حفله بالك شي وقتها محتاج مش حبا في النهبه؟ تو علاش تقص علي وتحب تدافع على انسان ما تعرفوش؟ ما نكذبش عليك، انا نحب حركه النهضه ونحب النهضه ياسر. انت خاطر دكتور تو الناس الكل تعرف لي الرابرات يكذبوا ويفلموا. مش صحيح، الشعب كامل ما في بالوش اللي السياسيين يكذبوا ويفلموا، المشاهير والمش مشاهير في التلفز والبلاتوات يكذبوا ويفلموا، خلي الرابرات. يا سيدي هذاك هو الراب جيم. اللي عملوا اللي وبسيكو ام ماهوش راب جيم، هذاك الراب جاي. ايوا 25 ثانية باش نقص على الفيديو، خاطر في البارتي الثانية باش نحكي في مواضيع تنجم تصدم لك احساسك كانك حساس. القصة هذه باش تكون تنبيه اللي في باقي الفيديو باش يكون فما كلام مش مزيان، بما انه الاشكالية تتطلب ذلك. باش نحكي على المثلية الجنسية في الراب التونسي ونفاق مجتمع كامل، على ثقافة الاغتصاب وخطورتها على مجتمعنا، وعلى نيكروفيلية بسيكو ام وسخافة التهديدات بين الرابرات، باش نبينوا ان شاء الله اللي هما عفاطة والعياذ بالله. يلا مشاهدة طيبة. 15 دقيقة عدا محمد يتغزل بعمر، يلحلح بيه على علاقة حميمية، بسيكو ام شاهي يبوس عمر لا يم فمه، يبيت معاه على فرد فرش، يمارسوا الحب والجنس بكل رومانسية وإباحية، وصل حتى صارحوا اللي هو يتمنى يربي معاه صغير، والناس تصفقوا فرحانين، وفيسبوك صبتوا الهبلة، على كلام ما قالوش عنتر في عبلة. تشني يا دكتور باش تطيحها فينا؟ تمارسوها وتسبوها، هي بطبيعتها طايحة فيكم. في بلادنا تونس السيد اللي تلقاه يسب في ضحايا التمييز الجنسي واضطهاد الأقليات، تلقاه يلايكي وبرتاجي في عمر لا يحب يبوس بسيكو ام من صدره، قال شنو شاهي الحليب، ولا محمد الجندوبي اللي شاهي عشر لاي. تي ليه دكتور؟ والله فما فازيت ما مش خايبين في غنايتهم، ما عجبتكش البونش لاين متاع بسيكو كيقول انت علوش بالعلايا ولايا بالعلوش. وش معناتها لايا؟ تي ليه دكتور يقصد ليا ما هو ينطقها لايا. حاسيرو كنا نعرفوا اللي في القاوي المعبية بذكرة تبدأ في حجرات بعضكم تتبوسوا، أنا مهمنيش بطبيعة الحال، أنتم أحرار، الحرية الجنسية حق، أجسامكم تعملوا بها اللي تحبوا، اللي نقول عليه عيب هو نفاقكم ونفاق مجتمع كامل. أي نعم تمارسها وتسبوها. تشنو دكتور باش تخرجنا مكحوتين بلكش أنت فاهم الغنيات بالغلط. كي أنت مغروم بالبنش لاين فسر ليش قال عمر المحمد في الجملة هذه. يقول عمر لايا يا بسيكو ام حلمت بيك قمت عندي انتصاب. تي والله جملة تقطع الأعصاب يا سيدي طلعوا يوا. مش قلت انت مع الحرية الجنسية لويش تعمل فيها هالفيديو؟ باش نحكي على نفاق الانتصاب وعلى ثقافة الاغتصاب. انا كل مرة نسمعكم تقولوا كلام من نوع ابو الغضب بيغتصب، ونغطس البشكوتة في الحليب على خاطر عندي قضيب رهيب، سخفوني خاطر نقول يا مساكن مختلين عقليا يا ضايعين جنسيا. دكتور شنو ذنبهم كان يطلعوا مكحوتين جنسيا؟ ينجم يكون، اما كانك علينا يفنوا بما أن وقت الزهر حن عليهم في عوض يستغلوا الشهرة والفلوس باش يأثروا إيجابيا على شبابنا، بالعكس اختاروا يمجدوا الاغتصاب في مجتمع كله من الصغار والنساء وحتى العزيز يتمارس عليهم العنف الجنسي. انت يلي تتفرج في علوش يحكي الاغتصاب والإدمان الجنسي مش فخر، بالعكس هذو من ناس عادي أمه تدخل الدوش يمارس عليها العادة السرية وهو يتفرج فيها بالسرقة،
هذه الصورة الحقيقية اللي يعطيها الرابور السخيف اللي نهار كل مرجنا بلي هو عنيف ويغتصب لحربي ولولته معربي. وصلنا نسمع بسيكو قام يحكي عن نكروفيليا، وعلى فكرة اللي ما يعرفش معناتها يعني مضاجعة الموتى. دكتور اش معناتها مضاجعة؟ يعني تلعب للموتى. بسيكو قام في باله باش يفجع اللايا، قام فجع ابوه اللي مسكين كيسمع اسم الغناية يسأل روحه وقال ولدي لحمي ودمي يمشيش انا نموت. يقول لهم باش ندخل نغسل بابا وهو ناوي يلعب لي. باهي يا دكتور كلامهم كذب تأثيره كذب على مجتمعنا، ما يعجبكش ما تسمعش. ايه في تونس حتى كان ما يعرضكش كلاش كيف هكا تجي يا فهم ومزايك وتعمل لهم اشهار ويا ناس ما كان باس لا اخلاق مهنيه ولا عواقب تاديبيه. باهي دكتور ما تخافش يقولوا عليك جبان ومخبي ورا ماسك. كيف سيكو قام يقول للاي باش نعمل لكم ما يعملوش شي تسمى. باهي عفات. وكي لا يقول لبسيكو باش نعمل لكم ما يعملوش شي تسمى. باهي عفات. يظهر لي ما نستحقش نزيد انا نحي القناع باش تجي تقول لي. عندك الحق دكتور طلعوا عفاتك. سيكو يفدي. باهي دكتور علاش ما تكلاشيهمش بغنيه ولا تخاف يغلبوك في الراب؟ على انا هو راب تحكي لي؟ راب فرفوري وحويته بوري. كيفاش تحكي دكتور؟ والسورية الفرفوري. باهي اسمعي انا ما كلمي نوجه لمحمد وعمر. كان عندكم جرام شرف تتسألوا رواحكم بلكش هالرأس العلوش عنده الحق بلبستوا برشا جبتوا العار لأساميكم وتحاولوا تعطيوا المثل في النضج. أما يا ذنوبي أنا فقدت الأمل فيكم وفي بلاد كاملة شوية وقت نطيشركم 1544 دينار شهرية ونبتبت لبلاد الروم ونخليكم عفاتة تركب على بعضكم في بلاد النفاق تونس عار مدينة. يا عفات يا عفات يا عفات يا عفات يا عفات يا عفات يا عفات.